أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عمرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو جئت قال هذا فراق بيني وبينك لو نبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غزبا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلقوا أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وأخذوا على ذلك تأويلهما لم تصح عليه صبرا. يسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم من ربنا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا وإما أن تتخذ بينهما. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد يا ربي فيعذبه عذابا نكرا. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اضطرع تورا إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع لا قوم لم نجعل له من دونها سترا. ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. تبع تبعا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يزالون يخبرون قالوا يا ذا القرنين إن يا جوجا وما جوجا مفسدون في الأرض هل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير خير بقوة أجعل بينكم وبينهم ندبا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا ربي جعله تحت وكان وعد ربي حقا. وسمع بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور
جمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون سمعا وهم يحسبون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم باطلت أعمالهم فلا نريهم لو يوم القيامة وجما ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يدخلون عنها حولا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الرحمن الرحيم قف يا عين شاد ذكر رحمة ربك عنده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ورمكم بذرائي يا ربي شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وابني من لدنك وليا اجلي ويرث من آل يعقوب وجعل ربي أمريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقك من قبل ولم تك شيئا رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب قال آمين أتبع ربك وعشيرا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وعدنا ورحمة سبيلا إنك لو كان سبيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اذكر في الكتاب مريم عند من اهلها مكانا سبيا اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني
أعوذ بالرحمن من شر كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك يا ولدك غلام زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم ينصر لي بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتظرت في مكانا قصيا أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا هذا من تحتها ألا تحزني فجاء ربك فذاك سريا إليك بجذع النخلة فزاد عليك خضرا جنيا كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن طوعا فلن أكلم يوم عزيلا أتت به قوما تعمله قالوا يا مريم تنجد بجذع مريم أخت هارون ما كان أبوك ماذا أمك بغيا أشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد بغيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت عليا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول حق الذين يمسرون أعطانا لله أن يتخذ من ولد سبحانه إنما أن الله ربي وربكم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظفروا من الشديد ومن عظيم بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم عظيم للمرين أنذرهم يوم لا وأنذرهم يوم الحسرة إذهبوا اليوم قولهم بربنة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها ترجعون اذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينذر ولا يغني عنك شيئا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عديا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأرجمني مليا قال سلام عليك أستغفر لك ربي إنه كان أعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي سقيا لما أتى
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنا له إنا ونعبوبا وقل جعلا نبيا وابنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لتراما صدق عليا اذكر بالكتاب موسى إنه كان خلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وبرزناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أبارونا نبيا ورسل كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وإسرائيل إلى رسول العالمين قال يا قرآن خلوص الجنة وبقيا إذا تتلى عليهم قال يا خلف فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يرون حيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون كلا في عدل الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ورزقهم مولدا وعشيا كالجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتمنى إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما لنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا يقول الإنسان إذا ما مت لتوبه رجعيا يذكر الإنسان وعلى من الغرب ربك لنحشرنهم والشياطين هم لنحشرنهم ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على ثم لنهم أعلم بالذين هم أولى بها دنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الضلالة فيعدل له حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة قال لهم من وجد مكانا وضعه
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات أيت الذي كفر بآياتنا من دون الله آلهة ليقولوا الناس يكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم بالدار أم ترى أنا أرسلنا الشياطين ونسوق المجرمين إلى جنة الوردة يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أجاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتغير الأجرام السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به اليسدى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عهد او تسمع لهم ركزا وتحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بفرس أو أجد على النار هدى لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بواد المقدس البهى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكريا إن الساعة آتية أكاد أخفيها ذكري لا كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فضلا تلك بيمينك يا موسى لا
هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وحيدي يا بائي قال أرجع يا موسى فإلهي حية تسعى قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير ضوء إلى يد الغير لنريك من آياتنا الغير اذهب إلى فرعون إنه غوى قال رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قومي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخيا اسدد لي يدي وأشركه في أمري لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من عرضي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى عليك ملة تخرج أوحينا إلى أمك ما يوحى فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وقيت عليك محبة مني ويتكلى على تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ونجيناك بالأمن وقتلنا هذا بطونا ست سنين في أهل مدينة ثم جئت على يدي موسى منعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي وآذن يا ذكريا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يرجى ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضع قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأعلم فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربنا فاستلموا على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من جزر وتولى قال فمن ربكما يا موسى أنا ربنا الذي أعدى كل شيء غدا ثم أدى قال فما لا يضل ربي ولا يندى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات للعبرة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعظا لا نخلفه هذا موعدكم يوم الزينة وأن يغشى النار ضحى فتولى فرعون فجمع بيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيزدكم بعذاب وفتنة
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسرها وبغلال طريقتكم الرسلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أبلغ يوم الرسالة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من بين النار يا سكيني وزن موسى لا ترد إنك أنت على ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صائر ولا يبلغ الكافر الوزى ألقي السحرة سجدا آمنا برب هارون وموسى قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد على الأبرار قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي علينا يا الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أخذتنا عليه من الدين إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك له درجات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر فوجد لا دخل معبودا ولا دخل أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم أغل أدراه قوما وما لا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن على السماء كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجبك عن قومك يا موسى لهم أولئي على أثري وعجبت إليك عن نجسى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأمرهم الفامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضل عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم ألم من ربكم رحمة موعده ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أولا من ديكة الروم فلما بكذلك أخذ السامري
أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فغاروا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فرى يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم بلا ولا نفع لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم قالوا ألا تتبعني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فلا تبين بني إسرائيل ولن ترضى قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا بي وقبضت قبضة من أثر الرسول أنا بكتها وكذلك صورت قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول على مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاقبا لنعذبنه ثم لننذبنه في يوم مزدا أما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ولدى لا تعمل لدنا بها من أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة ذكرى خالدين به وتعلم يوم القيامة يوم ننفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثوا إلا عجلا أعلم بما يقولون إذ يقول أمثله طريقة للبث إلى يوما يسألونك عن الجدار فقل ينزلها بين أسرار أنذرها ما أن تصطفى لا ترى هي عوجا ولا أمثال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأسرار للأمان فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا فالذين له الأمان والذين له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بهما عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل أظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويعجبون ذرا تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقد رب جبريل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جبريل عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجرما فيها ولا تعري لا تظلم فيها ولا تظهر إليه الشيبان قال يا آدم هل أدلك على جاد الخلق
قلبي وملك لا يبلى. ترى منها فبدت لهما سوآتهما وضفكا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعسى آدم ربه فهوى اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اهلكا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى أمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونأجره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتت آياتنا ونسيتها وكذلك يوم كنت. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لولا كلمة سبقت من ربك لكان حجاما وأجرا مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى. ومن آناء الليل فسبح وأطراف الليل لعلك ترضى. تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ذلك حياة الدنيا لنبتلهم به ورزق ربك غير رضا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا لبدون التقوى. يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما بالشرط الأولى أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العلي العظيم.